عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا عند مسلم لكن دون قوله فصدقه. وقوله فصدقه هذه جاءت في مسند الإمام أحمد، فلا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، عليها أن يصلي، لكن لا تقبل بمعنى أنها أنه لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها، لأنه ذهب إلى الكاهن والعراف. أيضا هو من الكهان، من الكهان، ولا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكهان والعرافين، لا يجوز للمسلم أن يذهب إليهم ولا أن يستمع إليهم ولا أن يسألهم ولا أن يتصل بهم، لأن هذا كله من إعانتهم ومن تكثير سوادهم. وقد جاء في الحديث، حديث معاوية بن الحكم، قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال فلا تأتهم، رواه مسلم. فيجب البعد عنهم واعتقاد أنهم لا يعلمون الغيب. لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكهان ولا أن يسألهم ولا أن يتصل بهم ولا أن يكثر سوادهم، بل يجب أن يعتقد أنهم كذابون ويحذر منهم ويحذر منهم ويقلل من شأنهم. وفي الحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره، هو حديث صحيح. في الحديث الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره. كفر بما أنزل على محمد، شو المقصود بما أنزل عليه؟ يعني الوحي، يشمل القرآن والسنة. وهذا الكفر هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر أصغر؟ يحتمل الأمرين. قال بعض العلماء إن هذا الكفر كفر أصغر، وقال بعضهم إنه كفر مخرج من الملة. ويمكن أن يقال إنه إذا صدقهم في دعوى علم الغيب واعتقد أنهم يعلمون الغيب مطلقا فهذا كفر، لأن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن اعتقد أن هؤلاء الكهان يعلمون الغيب المطلق هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وأما إن اعتقد علمهم بغيب النسبي فهذا لا يعد كفرا أكبر، وإنما هو كفر أصغر، وإنما هو كفر أصغر. وفي كل الحالتين يجب البعد عن الكهان ولا يجوز الذهاب إليهم.